نداء الشعب الليبي وكبرياء الشعب الليبي العظيم. اسمع يا عالم، اسمع صوت الشعب الحر، الشعب الذي قرر ان يعيش بكبرياء وان يعيش حر والا يفنى على بكرة ابيه. الله اكبر. يا اصدقائي في اوروبا، يا صديقي المسكين برلسكوني يلي مغلوب على امرك، افتح يا صديقي المسكين، افتح اللي قاعد لي داخل المهديات قبل لا تصعق. ستصعق حتما، اعصابك الضعيفة ما تتحمل ما تراه في نداء الليبية، تحدي الشعب الليبي، المظاهرة المليونية على افريقيا. وانت يا ابني اوباما، اطلب من موظفي البيت الابيض وخاطبك مباشرة ان يفتحوا لك على الاذاعة المرئية الليبية لكي ترى الحقيقة، لكي تعرف انك انت على حق عندما تراجعت عن جنون المجانين في حلف الاطلسي. تراجعوا، تدابروا، ولوا الادبار، افضل ليكم، ننصحكم كل ما عندكم يتحطم. هذا الشعب قادر في يوم ما ان ينقل المعركة الى البحر المتوسط ويدلها الى أوروبا، وقد يستبيح بيكم وعائلاتكم عسكرية مشروعة مثل مكاتبنا ومقرنا واطفالنا حولتها الى اهداف عسكرية مشروعة. المعامل بالمثل، السن بالسن والعين بالعين والباب يظلم الطفل بالطفل والعائلة بالعائلة والبيت بالبيت.